الهدف، واحنا بنتكلم قبل ما نتكلم عن 2005 و2004 ده الهدف الرائع كان في مباراه السوبر امام نادي الزمالك. ده طبعا ما يتنسيش. انت ما تردش، الكوره جايه ومتصلحه، هي مغريه. هي طبعا كرة زي دي مغريه، والحمد لله الواحد كان بيتميز. اللي انا عمري ما جبت جون بدماغي، انا كل اهدافي شوط، فالحمد لله هي بتبقى موهبه. يعني الناس حتى الفتره اللي فاتت دايما وانا ماشي في الشارع لما حد بيقابلني يقول لك بعد اينو وحسني عبد ربه ما فيش حد خلاص بيشوط. طبعا كان قبلنا في نجوم بقى، طبعا كابتن محمود ابو الدهب، كابتن حمزه الجمل، النجوم دي كلها كانت بتشوط. احنا دلوقتي يعني الوقت الحالي قليل قوي انت بتتفرج على اي مباراه في الدوري انك تبقى قاعد مستني، عارف اللي فلان ده شويط ممكن مثلا يعدل واحده ويشوط او يفاجئ الناس. لا، بقت حاله نادره دلوقتي. فهي طبعا بترجع رقم واحد للموهبه، تاني حاجه اللي انت بتحاول تنميها في التدريب. بعد كل تمرين مثلا ما تشوط لك 10 15 20 كوره في التمرين، دي بتبقى يعني في ماتشات يا كابتن اسامه وانت عارف في ماتشات بتخلص بشوطه. مباراه الاهلي مع حرس الحدود السنه دي في الدوري تكتلات دفاعيه كتير، عمرو السوليه من تسديده المباراه انتهت. لولا الشوطه بتاعت عمرو السوليه يعني الاهلي ما كانش هياخد الثلاثه بونت. فده حل حل. فلازم دايما لازم اللعيب يتعود اللي هو دايما يشوط كتير، لازم جرب ما تخافش. وده اللي انا بنقله دايما للعيبتي، اللي انت جرب. انا دايما بحب، عشان انا كنت لعيب بحب الشوط، بحب دايما الاجوان اللي بتبقى من بعيد عشان انا اتعودت عليها. فدايما حتى لو طلعت بره، حتى لو جت في العارضه، محاوله، حتى محاوله تلاقي دايما حتى الجمهور ايه فاق، ياخد الاهات بتاعته، ياخد الاهات حتى لو طلعت بره. بس ايه، فوق مثلا العارضه، فوق المقص، جنب العارضه، جت في العارضه، بتحس دايما ها الناس كلها بتصحيهم. ممكن تلاقي مثلا واحد مثلا ايه نايم شويه في المدرج، الماتش بقى ايه نيمه، فتلاقي الناس ايه في اصل كانت شوطه، اصل في العارضه. فالحاجات دي بتبقى حاجات حلوه وبتصيط اللعيب في نفس الوقت. اهم حاجه اللي ينام في المدرج الكره ما تجيش فيه بس.